في هذا السياق ينضم لنا عبر الهاتف دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الخير للمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. ويعني دليل دار الإفتاء المصرية تطرق لعدة نقاط، ولكن يعني أنا مش عايز أتكلم في النقطة اللي قلتها في مقدمة هذا الخبر، ولكن أتكلم ممكن عن التربية الأبناء. أهم النقاط اللي تضمنها دليل دار الإفتاء في تربية الأبناء لو قلناها لمشاهدينا في نقاط. يعني هو طبعا موضوع تربية الأبناء ده من أهم المواضيع اللي تتعلق بالثقافة الأسرية والتوعية الأسرية الرشيدة، خصوصا في عصر نحن نحتاج فيه جدا إلى أن نتعلم كيف نتعاون مع أبنائنا في إعانتهم على الحياة الجديدة في عصر السوشيال ميديا وعصر الثقافات المفتوحة وكذا. وأهم حاجة وأهم وصية ينبغي أن نستعملها ونستخدمها في هذا هو الذي أكد عليه الدليل في قضية التوسط في كل شيء، التوسط في النفقات، التوسط في العيش في العصر الذي نعيش فيه، بحيث أن احنا نساعدهم على إدراك ثقافات العصر وفي نفس الوقت عدم التخلي عن القيم والأخلاق التي ورثناها وعرفناها وكذا. فأهم حاجة أن احنا نكون متمسكين بهذا التوسط. يعني الفكره دكتور خالد ان يعني عشان ايه مشاهدينا والمتجوزين جديد خلينا نقول، وربنا رزقهم باطفال وهيبتدوا يربوا جيل جديد في الاسره ويكونوا شخصيه جديده تنضم للمجتمع، مش اي حاجه يطلبها ابنك تقول له حاضر، في حدود. لازم ان احنا نعرف. عايزين بقى نركز على هذه النوعيه من النقاط يا دكتور خالد. عايزين نعلم اولادنا إن هو في أمور بتبقى من ضروريات الحياة وبتبقى من الحياة أصلا، وفي حاجات اللي بتبقى أكثر من هذا، فلابد كما علمنا القرآن الكريم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بالتأكيد دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشكرك جزيل الشكر وصباحك كل خير يا دكتور.